عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم وليد جيمر. طبعا هذا الفيديو اللي ألعب فيه ايبك باتل سيميليتر 2. طبعا هذا الفيديو اللي هنحاول نعمل فيه اكتر من شغلي، ولا نركز على المراحل اكتر، لان هاي اللعبة بدها مراحل اكتر. ولا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد وكل شيء لنزله. هلا ندخل على ليفلز، يعني المراحل. اذا بدكم تشيلوا ترجع تكبسوا على الشخصية نفسها. تحت في عدد مصراتنا وعدد الجنود اللي بيصير نحطهم. هون انا راح احطهم سياف ثلاثة، اما السيوف ودروع ما بحسن يتحكم فيهم، بس بحسن اتفرج. شلناهم. هلا لا تصعب وتصعب وتصعب. ومثل ما حكيت لكم بالحلقة اللي قبلها بالإعلانات لعرفكم على اللعب بأكتر وأكتر. هلا لنشتري هالشيء عن بعد. هون الإبك هنين الزعماء مثل ما انتو شايفين. هون في، انا متحمس اكتر شي بين هدول الكل لينا واحد، لهذا الفارس والتنين. ماني متحمس للباقي ابدا. لندخل لهون، هون نجيب واحد، هون نجيب نينجا. ليتس جو. هذا بيزيد قنبلته وبيموت حاله. بوم. بعرف اني تكون جد. هلا لنمر ونمر بالمراحل الصعبة مثل ما انتو شايفين قدامكم. حطيت لهم برج، هذا بيضرب قذائف ناري، بس ما بظنيت ولا يكفي عندهم ابو درع. يلا مات. لا دمه على السوا طلع. ضرب ضربة تانية مات. البرج يعني شغلة حلوة كتير. دون يعني العبها. قتلت لكم ثلاثي. هاد الرابع وهذا الخامس، هذا السادس، هذا السابع، الثامن. ما سهل هاي اللعبة. هلا لبعد ال هلا لحط لكم واحد ابو قذيفي. ادفعي مدفع. اثنين رشاش. واحد وخمسين ما في، تمام. عشرين كنت نايم من هذا. ابو بندقي جابوا لي، شفتوا الرشاش بينفع، طلعوا سريع. مات. املنا فيك. دروب بابل استان من المدفع. وقف. عندي فكرة، بدل ما لا استعمل مدفع لان كانوا دفاعات وما اقوياء، نحط لكم هون بندقي.
ولحطلهم تلهيات، هدول بلهون ياكلوا فيهم شوي. هذاك راح من أول ضربي، ما حسيت أني تقولوا فايدي، ما له فايدي حاسس. لا رجع نعيد، أنا بعرف كيف أفوز، بس أنا بدي نوع. خذوا هدول وراكم، خذوا روحوا تحصلوا لهدول. من البداية لازم هيك، ما نعطيهم رحمي. هذا الحصان أنا بحب. طلعوا الجيش عم يلحقوه هذا كهربان. شفتوا انكسر أجر الحصان. آرشر حطي لي آرشر، يعني كرسبو لحط لكم، لحط لهم هذا الحصانين بحبون. واحد حصان، واحد أبو حصان عفوا، الأولى لكم. لا دببي عار يعضعضون هيك يتسلف فيهم شوي. واحد كرسبو هيك، يعني إذا هدول ما كفون الدبابي أقوياء، بيعضعضوا وبيضربوا بالمطرقة نفس الوقت. راحوا الأرشر على المظبوط. هلا رجعنا على الجليد. يا جليد لاحط له وحدي ناي، كمان لاحط له ثلاثة من هذا، حط له واحد ثاني. يلا هاجم، اح بيلون وحدي. تمام هلا بحط لكم شيء هجومي قدامي، ما بعرف ينفع معنا دول. تمام طب خطوة واحد بيخ ولا الكون، حط لكم ماموس، لا فيل، هذا فيل احلى. تبين حط لنا الجمل اقوى، هذا 250 40 ساعة، واحد ضربته 25 يوم. في فرق كتير كبير، هذا دمه أعلى، يعني هذا أنا بحط الدم الأعلى أحسن من الضرب الأعلى. شوفوا هذا بيتحمل، وصل لهون. شوفوا الفيل بيتحمل كتير، بس شوي ضعيف. انطحون، انطاح، بدهم فيلين هيك يقرطوا فيهم. الدنيا نلعبها سوشي بلا، مين بده لسه؟ ها ها هاي ابجريد، هاي ابجريد شيلها. تك هاي كول كول كولات تا مش واد. نحاول نخلص هذا ماب، نحط واحد هون وواحد هون وهيك وكمان واحد.
واحد هذا. طلع. هذا أبو بقص عامل له حاله. مات. الله يرحمك. هذا أبرو. و ذب. رب. فزنا لمتنا. ما أنا خيتي بالحلقة إلا فوزها. لنحط هلا هدول هيك ونشوف كيف. هذا احسن هالمرة. هلا لاحظوا هذا لو عندي وصل لهون، اما الجمل وصل لهون. انا حسبت اللون. شوفوا الدبابة ما اقوى هون. شوفوا بس. هذا كان فيديو اليوم، اتمنى عجبكم. لا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد وكل شيء ننزله. ومع السلامة.